قلت لك حل عنها فضل، حل عن نورك على البلد. انت انا مش فاهم انت عايزني ازاي اسيبك وانت في الحاله دي. طب فهمني، انا نفسي افهم بس الناس دي قالت لك ايه شقلب لك حالك وكيانك. مالكش فيه بقى، مالكش فيه وسيبني في حالي، انا مش عايز حد معايا. طيب ايه، اشوف مين على الباب ولا مش عايز برضه؟ يا جمال اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ جمال. يا استاذ زاهر. السلام عليكم يا ابني. وبعدها لك يا صابر يا ابني، هتفضل حابس نفسك كده كتير؟ هو في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ ما تفهموا بقى، قلت مش عايز اتكلم مع حد ومش عايز اتكلم في حاجه، ارحموني بقى. يا صابر، في مصيبة حصلت ووجودك معانا فيها مهم. يوه، اسيب لكم البيت، اسيب لكم الحتة، اسيب لكم الحرم اللي فيها، بترحموني بقى يا جدعان في ايه؟ بص يا صابر يا ابني، لولا العيش والملح يا ابني والجيرة وانك متربي في وسطينا، انا كان هيبقى لي معاك كلام تاني. بس أنا جاي لك في حاجة مهمة. حرب هرب من المستشفى وبقى في خطر، والحكومة قلبة الدنيا عليه. والله يا عم جمال، كل واحد أضرب روحه. اسمع يا صابر، الكلمتين دول وحطهم حلقة في ودنك، وما تبقاش عامل كده غشيم ومتعافي. صاحب عمرك في خطر، وأنت الوحيد اللي تقدر توصل له قبل الناس السوياهم دول ما يوصلوا له. ويا ريت تبلغه وتقول له المتر زاهر بيقول لك لو سلمت نفسك موقفك في القضيه هيرجع يتحسن تاني. وانا ما اعرفش عنه حاجه ومش عاوز اعرف عنه حاجه، ونقفل بقى الحوار ده خالص. ارحموني بقى يا جدعان، في ايه صعبه دي؟ في ايه يا صابر؟ ما ينفعش تكلم اهل حتتك بالطريقه. هو انا مش قلت لك سافر انت كمان؟ قاعد بتعمل ايه يا اخي؟ في انت بتطردني انا كمان ولا ايه؟ فضل استاذنك يا ابني، خد الاستاذ زاهر وانزلوا اقعدوا على قهوه، اشربوا حاجة كده، في كلمتين بيني وبين صابر هقولهم له وربك ييسر. اللي تشوفه يا اسطى جمال. اتفضل يا استاذ زاهر. أنا هستناك على القهوة تحت يا معلم جمال، بس خلي بالك الوقت مهم. ها، ربنا يهديك وينور لك طريقك. بقول لك يا عم جمال، ساعي عليك النبي عشان خاطر ربنا يا اخي، انا لا فيها حل لا المنهدة ولا الكلام. اسمعنا يا صابر، انا كمان يا ابني مفيش حل لا منهدة ولا للكلام الكتير. هما كلمتين اعتبرهم حلقة في ودنك، وفكر فيهم كويس قوي بعد ما ننزل من هنا. الناس اللي مالوا دماغك بالكذب ناحية مراتك هما نفس الناس اللي عايزين رقبة صاحبك، فما تبقاش يا صابر يا ابني سكينة من سكاكينهم، وإلا هتفضل طول عمرك عايش بالذنب. مش بس كده، ندمان ناحية الاتنين، مراتك